الصواريخ الباليستية، هل يستطيع الحوثي تشغيلها؟ العملية جداً جداً معقدة، فهي تستوجب أن يتواجد أطقم قادرة على إدارتها، توجيهها وإطلاقها. أدلة قاطعة بلسان شاهدين وخبراء، حيث أنه تم اكتشاف أول شحنة علنية في 2013. The technology of the weapons revealed that they are receiving it from their supporters in Iran. الحمولة المحظورة، تصدير الفوضى. Houthis are so sophisticated to produce long-range missile? No. قريبا على تلفزيون الآن.